حبايبي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، يلا بينا نكمل كلامنا عن الـ countable and الـ uncountable nouns، الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة، واتكلمنا فيها قبل كده عن استخدام a, an, some, an, any. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا مع a lot of, many, much, and enough. بس قبل كل شيء يلا صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي، طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، شكل ما قلنا هنكمل كلامنا النهاردة مع الأسماء المعدودة والغير معدودة. اتكلمنا قبل كده عن الأسماء المعدودة والغير معدودة واستخدام a وan وsome وany، واللي ما شاهدش الحلقة دي ممكن يشاهدها من خلال الرابط اللي أنا سايبه لك في صندوق الوصف. تعال بقى نتكلم النهاردة عن a lot of، يعني كثير من، many، كثير، much، كثير، و enough معناها كافي. طيب تعال نمسك أول حاجة وهي a lot of. قال لي a lot of معناها كثير من، وقال لي a lot of بتيجي مع الأسماء سواء كان الجمع أو لا تعد. يعني ممكن أقول a lot of sugar، كثير من السكر، وممكن أقول a lot of box. يبقى هنا ممكن أجيبها مع الأسماء التي لا تعد، وممكن أجيبها مع الأسماء الجمع. طب يا ترى مستر ممكن تيجي قبل الأسماء المفرد؟ قال لي لا طبعا مش ممكن a lot of تيجي مع اسم مفرد. إذن الاسم اللي هيجي وراء a lot of إما إن هيكون جمع لو هو معدود، أو هيكون اسم لا يعد. طيب أمال بقى إيه الفرق بينه وبين many وبين much؟ قال لي many بتيجي مع الأسماء الجمع فقط لا غير. طب much؟ قال لي بتيجي مع الأسماء التي لا تعد. تاني حبايبي، يبقى lot of تيجي مع الاثنين، لكن many معدود فقط، much غير معدود. تعال نوضح اكتر بالامثلة دي. بيقول لي there is any, many, a lot of sugar. طبعا شكل ما قلنا قبل كده ان طالما الاختيارات في a, an, some, any, few, many, little، كل ده اول حاجة لازم ابص عليها هي الاسم اللي ورا البراكتس اللي ورا الاقواس. لو بصينا على الاسم هنا هلاقي sugar، هنا لازم اشوف يا ترى sugar ده مفرد جمع ولا لا يعد. طبعا لما هبص على كلمة sugar هلاقيه uncountable noun، يعني اسم لا يعد. يبقى اذا الاسم ده بيعرفني ان انا حاضر اشيل حاجات من الاختيارات دي. طالما هو لا يعد فمش ممكن طبعا اجيب معاه many، لان many بتيجي مع الاسم الجمع فقط لا غير. طيب يبقى لي any و a lot of. طب يا ترى هاخد any ولا a lot of؟ شكل ما قلنا قبل كده ان any بتيجي فقط في الجملة المنفية والسؤال، ولو بصينا على الجملة دي هلاقيها جملة مثبتة. فإذا any مش هتنفع، وهقول there is a lot of sugar. There is a lot of sugar يعني يوجد الكثير من السكر. ولاحظ هنا ان a lot of جيت مع sugar، و sugar اسم لا يعد. تعال كده نشوف المثال التاني. أحمد has got much or a lot of bins. تاني، أحمد has got much or a lot of bins. برضو اوعى تنسى أول حاجة ببص عليها هو النون، الاسم اللي behind brackets يعني وراء الأقواس. لما هبص على بنز هنا هلاقيه plural noun يعني اسم جمع، وطالما هو اسم جمع فكده كده ما ينفعش معاه much، فهاخد a lot of. فاذا هقول احمد has got a lot of bins، يعني احمد عنده كثير من الاقلام. طيب a lot of هنا جيت بعدها اسم ايه؟ هقول جه بعدها اسم جمع. يبقى اذا a lot of يجي وراها اسم لا يعد او اسم جمع. يعني ينفع يجي وراها مفرد؟ قال لي لا طبعا، يا جمع يا لا يعد. طيب تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي سامي has got many, much, a lot of juice. طبعا هنا هبص على juice، الجوس هنا اسم لا يعد. حد هيقول لي يا مستر طب ما انا لا يعد يعني ماتش تنفع و a lot تنفع. هقول لك بس خلي بالك ان هو سايب لي of بره الاقواس، وده شيء مهم جدا لازم اخلي بالي منه. طالما سايب of بره الاقواس طبعا ما ينفعش اقول much of، ولا ينفع اقول many of، فاذا هقول a lot of. So Sammy has got a lot of juice. يبقى إذا لما يجيب لي منهم ماتش في الاختيارات مع a lot هيسيب لي off بره، أو إن هو ما يجيبش off خالص وبالتالي هتبقى a lot هنا غلط لأن محتاج أنا off. يعني تعال نشوف المثال ده. There isn't many, much, a lot of, some sugar in my tea. حبايبي أول حاجة برضو أبص عليها هو الاسم، هو كلمة sugar. sugar ماله؟ هقول اسم لا يعد. طب طالما اسم لا يعد يبقى اذا ما ينفعش مين يا حبايبي؟ many. ليه؟ لان many بتيجي مع الاسم الجمع فقط. يبقى لي much و a lot و some، الثلاثه بيجوا مع الاسم الذي لا يعد. طب يا ترى هفرق ازاي؟ تعال نمشي واحده واحده. طبعا a lot عشان اختارها لازم يكون في هنا of. في of يا حبايبي؟ لا طبعا ما فيش of، فبالتالي a lot راحت خلاص، مش هينفع اجيب a lot. طيب تعال نشوف some، يا ترى some بتيجي فين؟ قال لي بتيجي في الجملة المثبتة والطلب. طب يا ترى دي جملة مثبتة؟ هقول لك لا، في هنا not يعني دي جملة
منفية، وطالما جملة منفية ما ينفعش اجيب معاها سم. يبقى لي مين حبايبي؟ ماتش. فعشان كده هقول there isn't much sugar in my tea، يعني ما فيش سكر كتير في الشاي بتاعي. تاني there isn't much sugar in my tea، يبقى لازم افكر وانا بحل، بشوف الاسم الاول، واذا الاسم حدد ليش بشوف يا ترى الجملة منفية ولا مثبتة، وانا هاخد على اساس ايه. تاني انا هنا خدت ماتش ليه؟ ميني ما تنفعش لان ده اسم لا يعد، صم ما تنفعش لان دي جملة منفية، اللوت ما تنفعش عشان ما فيش وراها of. طب تعال نشوف المثال اللي بعده، بيقول لي there are too much too many a lot boys. طبعا يا حبايبي احنا قلنا much كثير، too much اكثر من اللازم، many كثير، too many اكثر من اللازم. طيب تعال هنا بيقول لي there are too much too many a lot of boys in the class. طبعا هنا برضو هبص على كلمة boys. boys مالها يا حبايبي؟ excellent plural، يعني اسم ايه؟ اسم جمع. طيب طالما هو اسم جمع يبقى اذا راح تو ماتش، مش ممكن لان تو ماتش بتيجي مع الاسم الذي لا يعد، يبقى لي تو ميني وبقى لي الات. طب حد هيقول لي يا مستر مش هينفع الات، هقول له ليه؟ هقول اصل ما فيش اوف، كان قال لي الات اوف بويز، يبقى اذا راحت كمان الات بقى لي تو ميني، فبالتالي هقول there are too many boys in the class، يعني في اولاد اكتر من اللازم فين في الفصل. تعال نشوف المثال اللي بعده، بيقول لي سامي hasn't got money. برضه أول حاجة بص عليها هو الناون، الاسم بتاعي ماني، الماني اسم لا يعد. جميل، طالما هو اسم لا يعد يبقى راحت خلاص ميني. طب يا ترى ممكن آخد الات؟ هتقولي لا طبعا، ليه؟ عشان مفيش اوف، يبقى راحت الات كمان، يبقى لي صم وبقى لي اني. طب يا ترى هاخد صم ولا اني؟ قلنا عشان اختار صم او اني ببص على نوع الجملة، هل هي منفية؟ هل هي مثبتة؟ ولا هل هي سؤال؟ ولا هل هي طلب؟ طبعا لما ابص على الجمله هنا هلاقيها hasn't got، يعني جمله منفيه، فبالتالي هختار any. so سامي hasn't got any money. تاني سامي hasn't got any money. طيب تعال نشوف حبايبي بقى كلمه enough. قال لي enough معناها كافي، و not enough معناها ليس كافي. enough برضو بيجي وراها سواء اسم جمع او اسم لا يعد، يبقى اذا كان الاسم معدود فهيجي وراها plural noun يعني اسم جمع، اما اذا كان الاسم لا يعد فبرضه ممكن يجي ورا كلمه enough. يبقى اذا enough يجي وراها الاسمين الاثنين، اسم معدود جمع او اسم لا يعد. طب تعال نشوف المثال اللي عندي ده، بيقول لي there isn't sugar in my tea. برضه اول حاجه ابص عليها يا حبايبي هو sugar، الاسم ايه ده؟ الاسم ماله؟ قال لي اسم لا يعد. طب طالما هو اسم لا يعد خلاص راحت مني. طب يا مثلا لو في some و a lot و enough اكيد برضه هيبان، انا هختار واحده منهم ليه. طيب تعال نشوف الاول الات، عشان اجيب الات يبقى لازم يكون فيه اوف. طب في هنا اوف؟ قال لي لا، فبالتالي خلاص الات هي كمان راحت. طيب بقى لي صام وبقى لي اناف، يا ترى اخد صام ولا اخد اناف؟ يعني طلع اقول ذير ازنت صام ولا ذير ازنت اناف؟ هتقول لي يا مستر انت قايل لي ان صام ما بيجيش في الجمله المنفيه، فبالتالي مفيش غير اناف. يبقى اذا الجمله بتاعتي ذير ازنت اناف شوجر ان ماي تي، يعني مفيش سكر كفايه في الشاي بتاعي. طيب يا مستر لاحظ sugar هنا اسم لا يعد، يبقى اذا enough جيت قبل الاسم الذي لا يعد اللي هو sugar. طب تعال نبص على المثال الثاني، احمد can buy the car، يعني احمد يقدر يشتري السياره. he has got يعني هو معاه any many a lot enough money. طيب قال لي اول حاجه برضه هبص عليها هي money، قال لي الماني اسم لا يعد. طيب اذا راحت مني يبقى لي اني والات وانف، عشان اخد الات يبقى لازم يجي معاها اوف، مفيش اوف خلاص يبقى راحت الات. طيب يبقى لي اني ويبقى لي انف، هقول له اه. دي جمله مثبته ولا منفيه؟ ايوه دي جمله مثبته، وطالما جمله مثبته ما ينفعش اخد اني، يبقى لي مين يا حبايبي؟ انف. فاذا هقول احمد كان باي ذا كار، هي هاز جوت انف ماني، يعني احمد يقدر يشتري السياره لان معاه فلوس كفايه. يبقى اذا enough برضو جيت قبل اسم لا يعد. تعال نشوف المثال الاخير، بيقول there are many people but there aren't، يعني يوجد كثير من الناس، but there aren't لكن لا يوجد. وقال لي a lot much some enough chairs، لكن لا يوجد كراسي ايه؟ قال لي هبص على كلمه chairs، chairs اسم جمع، وطالما هو اسم جمع فبالتالي راحت خلاص much. طيب يا ترى اخد الات؟ قال لي لا طبعا، ليه؟ قال لي مفيش اوف، لازم عشان اقول الات يبقى الات اوف تشيرز، يبقى راحت الات. طب يا ترى اخد سم؟ هتقولي لا يا مستر ليه؟ اقول لك عشان الجمله دي جمله
منفية، برافو عليكم كده. وطالما جملة منفية ما ينفعش اجيب معاها سام، امال قال لي هاخد enough. So there are many people، يعني في ناس كتير، but there aren't enough chairs، بس ما فيش كراسي كفاية. وبكده يبقى انا قدرت افرق في الاستخدام بين a lot of و many و much، وكمان اراجع على some و any واستخدام enough قبل الاسم المعدود والاسم الغير معدود. تعال بقى نشوف الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعال نبدأ يلا بكتاب المعاصر صفحة 289. number one، بيقول there aren't tablets in our class. طبعا هنا شكل ما قلت اول حاجة بص عليها هو الاسم بتاعي، الاسم بتاعي tablets، tablets دي اسم جمع، وطالما اسم جمع ما ينفعش much وما ينفعش a lot عشان ما فيش of. طيب يبقى لي any و some، طبعا هاخد any عشان جملة جملة منفية. اللي بعدها بيقول لي we don't have a money، طبعا ببص برضه على money، money اسم لا يعد، وطالما اسم لا يعد يبقى خلاص راحت مني، يبقى بقى لي some و any. يا ترى هاخد some ولا any؟ حولوا دي جملة منفية يبقى هقول any. So we don't have any money. The next بيقول لي there are papers too. There are papers too. طبعا هنا are معناها ان جمع، وبيبرز كمان اسم جمع، فبالتالي ما ينفعش ان عشان بتيجي مع المفرد، وما ينفعش ماتش عشان بتيجي مع الاسم الذي لا يعد. يبقى لي صم اني، طبعا دي جمله مثبته فبالتالي هاخد صم، هاخد صم. طيب تعالى نشوف اللي بعدها نمبر 4، بيقول لي is there cheese in the dish. تاني is there cheese in the dish، برضه بص على الاسم هنا cheese اسم لا يعد، فبالتالي ما ينفعش مني، يبقى لي اني وبقى لي سم. طب يا ترى هقول اني ولا سم؟ هقوله ده سؤال، فبالتالي هختار اني. اللي بعدها نمبر 5 بيقول لي there is some salt but there any crisps. طبعا الكريسبس هنا جمع، وهنا بيقول لي there is some salt يعني يوجد بعض الملح، لكن يبقى اكيد هنا لا يوجد. طيب وعندنا اني كمان ده دليل على النفي، طب كريسبس اسم جمع، يبقى بالتالي هقول there aren't. تاني there aren't. بعدها نمبر 6 بيقول لي there aren't any tomatoes in the fridge. طبعا هنا ببص على الاسم هنا اسم جمع، طيب طالما اسم جمع يبقى راحت ماتش. طيب يا ترى ينفع اقول نو؟ هقول لك لا، طالما في نوت يبقى ما ينفعش اقول نو. طب ودي جمله منفيه يبقى هختار اني. اللي بعدها بيقول لي meet my favorite food. قلنا يا جماعه اي اسم لا يعد بيعامل معامله المفرد، فهنا لازم اقول meet is. تاني meet is. No there aren't figs، برضو figs اسم جمع، والجملة هنا جملة منفية، فبالتالي هختار any. So there aren't any figs. ما ينفعش much، هقول لك الفيجز اسم جمع وماتش لا يعد. طيب ما ينفعش some، هقول لك دي جملة منفية. طيب تعال نشوف كده المستيكس معانا. بيقول is there any figs in the fridge. طبعا هنا بيقول is وعندي figs جمع، يبقى لازم are. are ليه؟ عشان figs جمع. اللي بعدها بيقول there is some cheese. There isn't any olives. طبعا الاوليفز هنا جمع. طيب الجمع ياخد aren't ما ياخدش isn't. So there aren't. There aren't. اللي بعدها بيقول we haven't got some computers in this room. طبعا هنا جملة منفية، فبالتالي ما ينفعش مع الجمع اجيب some، هجيب any. any. طب اللي بعدها بيقول there isn't some sugar on the table. طبعا هنا there isn't دي جملة منفية، وعندي sugar اسم لا يعد، يبقى بالتالي بدل some هجيب any. So there isn't any sugar on the table. اللي بعدها بيقول there aren't any milk and to make a hot chocolate. طيب بقول تاني there aren't any milk to make hot chocolate. طيب هبص هنا هلاقي كلمة milk اسم لا يعد، والاسم الذي لا يعد يعمل معناته المفرد، فبالتالي لازم اقول there isn't. تاني there isn't. تعال نشوف نمبر 6، بيقول can I have any water؟ طبعا يا مستر ما هي اني اهي، وده سؤال، هقول لك بس السؤال ده مش اي سؤال، ده طلب، فبالتالي في الطلب وكمان في العرض بستخدم some مش any. So can I have some water؟ تاني can I have some water؟ اللي بعدها بيقول there isn't any canals near our village. طبعا هنا طالما الكنالز اسم جمع ما ينفعش اجيب معاه isn't، هجيب معاه aren't. So there aren't. There aren't. اللي بعدها are there any sugar. طبعا يا حبايبي sugar اسم لا يعد، واي اسم لا يعد عامل منت المفرد، فبالتالي لازم تاخد is. so is there. is there. تعال نشوف صفحة 291، بيقول لي number one don't put butter in the pan. برضو هنا لازم ابص على الاسم الاول، وهو كلمة butter. butter يعني زبدة، والزبدة اسم لا يعد، وطالما اسم لا يعد اذا راحت مني، ما ينفعش مني طبعا. طيب اذا في عندي enough، وفي عندي too much، وعندي some.
طبعا ما ينفعش اقول له ما تحطش زبده كفايه، امال هقول له ما تحطش زبده كتير. فاذا هنا هقول too much butter، تاني too much butter، don't put too much butter، وقلنا some ما بيجيش في الجمله المنفيه. اللي بعدها بقول there are two a people in the market today. طبعا هنا بص برده على الاسم اللي هو كلمه people، people اسم جمع. طيب طالما اسم جمع اذا ما ينفعش much. طبعا enough ما يجيش قبلها too، فما ينفعش اقول there are two enough. طيب امال هقول ايه؟ يبقى هقول there are too many، تاني there are too many people. اللي بعدها بقول there is rice for you all، يعني ليكم كلكم. طبعا ببص برده على كلمه rice، الرايس اسم لا يعد. طيب طالما اسم لا يعد اولا ما ينفعش اخد lot عشان ما فيش of. طيب ما ينفعش اخد any عشان دي جمله مثبته، ما ينفعش اخد many عشان الرايس اسم لا يعد، يبقى اذا enough. فاذا هقول there is enough rice for you all، يعني في رز كفايه ليكم جميعا. اللي بعدها بيقول لي I don't like this tea، يعني انا ما بحبش الشاي ده. There is too much sugar in it، برضه ببص على الشوجر اسم لا يعد، فبالتالي مين ما تنفعش؟ قالوا طبعا ما تنفعش عشان ما فيش of. طبعا وسم مش هتنفع، مفيش حاجه اسمها there is too some sugar، امال يبقى there is too much sugar، تاني there is too much sugar، يعني في سكر اكتر من اللازم. طيب تعال نشوف نمبر 5، بيقول fruit juice اللي هو عصير الفواكه has got a lot of sugar، يعني في سكر كتير. So we shouldn't drink a of it، يعني المفروض ما نشربش ايه منه. طبعا طالما في سكر كتير المفروض ما نشربش كتير. طيب ما نشربش كتير، طب الجوز ده ماله؟ قال لي الجوز اسم لا يعد، فبالتالي ما ينفعش اقول too many، يبقى لازم اقول too much. تاني ما ينفعش اقول too many، لازم اقول too much، يعني المفروض ما نشربش اكتر من اللازم منه. طب ما ينفعش اقول enough، ما فيش حاجه اسمها we shouldn't drink enough، لا ده we should drink enough، احنا المفروض نشرب كفايه، لكن ما فيش حاجه اسمها المفروض ما نشربش كفايه. اللي بعدها نمبر 6 بيقول لي there are too many people and not 8 chairs، بيقول لي في ناس اكتر من اللازم اكيد وما فيش كراسي كفايه. طيب اولا التشيرز اسم جمع، وطالما اسم جمع ما ينفعش اجيب معاه ماتش، يعني ماتش كده كده مش هتيجي. طيب هنا ما ينفعش اقول اني، يبقى الناس اكتر من اللازم وما فيش كراسي كفايه، يبقى اذا هقول and not enough chairs، not enough chairs. طب تعالى نشوف نمبر 7، بيقول I have got potatoes in our farm، يعني في المزرعه بتاعتنا. برضو هبص على بوتيتوز، البوتيتوز اسم جمع، وطالما اسم جمع تو ماتش راحت، ماتش كمان راحت، وما ينفعش اغلط عشان ما فيش اوف، يبقى تو ماني. نمبر 8 بيقول لي would like to have hummus with كفته. طبعا هنا طالما بيديني كلمه حمص، شكل المهم يديني في الكتاب ده الحمص لا يعد، فبالتالي هقول a lot of. So would like to have a lot of hummus with كفته. اللي بعدها بيقول لي there is a milk in the bottle، تاني there is a milk in the bottle. طبعا هنا هبص على milk اللبن، طبعا اللبن اسم لا يعد، اذا راحت مني وراحت تو مني وراحت الوت كمان عشان ما فيش اوف، يبقى لي there is enough milk in the bottle، enough بمعنى في لبن كافي في الزجاج. تعال نشوف المستيكس. نمبر 1 بيقول لي there is a lot sugar، there is a lot sugar، طبعا هنا a lot لازم يجي معاها اوف، يبقى لازم اقول a lot of. اللي بعدها بيقول لي there isn't too many milk، طبعا هنا many بتيجي مع الاسماء الجمع، لكن هنا milk اسم لا يعد، فبالتالي هقول much much. The next there are enough people on this beach let's go to a different one، خلي بالك بيقول لي يوجد ناس كفايه يلا نروح واحد تاني او واحد مختلف. طب طالما هروح واحد تاني يبقى اذا الناس اللي موجوده اكتر من اللازم، يبقى لازم اقول هنا بدل enough too many، تاني too many. So there are too many people on this beach، واللي قلت too many عشان ال people اسم جمع. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي there are too many sugar، نفس الكلام sugar اسم لا يعد، يبقى ما ينفعش مني، لازم اخد much، تاني لازم اخد much. اللي بعدها Mrs. Amel has too much friends، طبعا يا حبايبي طالما friends جمع ما ينفعش ياخد much وبياخد many، too many friends. اللي بعدها there isn't too many tomatoes، there isn't too many tomatoes، طبعا يا حبايبي tomatoes اسم جمع والجمع ياخد aren't ما ياخدش isn't. So there aren't too many tomatoes. اللي بعدها بيقول لي there are too much apples. طبعا برضه apples اسم جمع فبالتالي ياخد many ما ياخدش much. تعال نشوف يلا الكلام ده في كتاب جيم. صفحة 264. Number 1 بيقول لي I don't like this tea. أنا مش حابب الشاي ده. There is a sugar in it. قال لي أنا مش حابب الشاي ده لأن إيه السكر فيه إيه؟ طبعا هنا لازم أبص على كلمة sugar الأول، ده اسم لا
يعد. وطالما اسم لا يعد يبقى ما ينفعش ميني وما ينفعش تو ميني. طبعا ما ينفعش a lot عشان ما فيش of يبقى اكيد تو ماتش، يبقى there is too much sugar in it يعني في سكر اكتر من اللازم. اللي بعدها نمبر 2 بيقول there is any notebooks in my bag. طبعا هنا لو بصينا على notebooks هلاقي اسم جمع. طب اسم جمع اذا راحت is وراحت isn't، بقى لي هنا are و aren't، يبقى هاخد aren't عشان في any يعني الجملة دي جملة منفية. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول is there mp3 player، is there mp3 player يعني هل في mp3 player. طبعا هنا جملة مهمة جدا. ليه؟ طبعا ال mp3 player ده اسم مفرد، طب يعني ما ينفعش some ولا ينفع any، بقى لي a و an. طب يا ترى هاخد ا ولا ان؟ قال لي هاخد ان. ليه؟ لان الصوت ده صوت متحرك، it's a vowel sound m a a. So is there an mp3 player. نمبر 4 بيقول there cheese in the fridge. طبعا بص على تشيز اسم لا يعد. طيب طالما اسم لا يعد بالتالي ار ما تنفعش خالص، سواء ار اني ولا ار سم، بقى لي is any و is some. طبعا طالما جملة مثبتة ما ينفعش اجيب فيها any، بقول there is some. اللي بعدها نمبر 5 بيقول لي there any apples on the tree this year. طبعا هنا بص برضو على apples اسم جمع، يبقى راحت was راحت is وراحت has، يبقى ما فيش غير are. so are there any apples. اللي بعدها بيقول لي there are people in the market today. طبعا هنا برضو بص على people، people اسم جمع، يبقى راحت too much وراحت a lot عشان ما فيش of، وراحت little لانها اسم لا يعد. طب ما فيش غير too many، so there are too many people in the market today. number 7 بقول she wants to buy another book، عايزة تشتري كتاب تاني. but there ain't enough money with her، المفروض ان انا بقول ما فيش فلوس كفاية معاها، بس هبص على money اسم لا يعد، وطالما اسم لا يعد ما ينفعش ار وما ينفعش ارنت، بقى لي از واسنت. طب هو بيقول لي عايزه الكتاب ولكن اكيد في تناقض، لكن ما فيش فلوس كفايه، يبقى اذا هاخد ازن. اللي بعدها بيقول لي there is not rain for orange trees to grow in the desert. برضو هبص على الرين، الرين اسم لا يعد، طالما اسم لا يعد راحت تو ماني خلاص. طيب يا ترى تو؟ لا ما فيش حاجه اسمها تو رين. طيب الوت هقول لك لا الوت عشان ما فيش اوف، بقى لي مين انف، سو ذير ازنت انف رين يعني ما فيش مطره كفايه. ايتينج تشوكليت از ان هيلثي، طبعا التشوكليت اسم لا يعد، وطالما اسم لا يعد يبقى راحت تو ماني، بقى لي تو ماتش وعندي انف وعندي نوت انف. واللي eating a chocolate is unhealthy، لما اكل حلوى كفايه ولا لما اكل حلوى اكتر من اللازم؟ اكيد لما اكل حلوى اكتر من اللازم ده اللي هيبقى غير صحي، فبالتالي هقول too much. نمبر 10 بيقول do you want sugar، do you want sugar يعني هل انت عايز سكر؟ طيب sugar اسم لا يعد، طيب فبالتالي ما ينفعش ايه ولا ان. طيب يبقى لي ان او سم. طبعا لو شفنا السؤال ده بيقول له do you want a sugar، هو بيعرض عليه، وقلنا في العرض والطلب يا حبايبي بجيب سم ما بجيبش اني، سو do you want some sugar، هل تريد بعض السكر. نمبر 11 بيقول لي dear friend do you have to eat، يعني هل انت معاك ايه لتاكله؟ yeah thank you. طبعا هنا المفروض في حاجه محذوفه هي كلمه food. طيب الفود ده اسم لا يعد، فبالتالي ما ينفعش مني وما ينفعش lot وما ينفعش ايه، فاذا هقول dear friend do you have enough to eat، do you have enough to eat. طبعا هنا enough means enough food. next بقول there aren't too much tomatoes، طبعا يا حبايبي tomatoes اسم جمع، فبالتالي ما ينفعش ياخد much، لازم ياخد many، تاني لازم ياخد many. اللي بعدها بقول we don't need to share because there are enough rice for everyone، there are enough rice for everyone. طب يا مصر رايس اسم لا يعد، فبالتالي ما ينفعش اجيب مع ار اي اسم لا يعد بعمل عمله المفرد، يبقى is. the next there is a mobile phone with you، يعني في موبايل فون معاك. طيب يا مصر ده ايه؟ سؤال، وطالما سؤال ما ينفعش اقول there is، المفروض تبقى is there، is there. the next could i have a olive، could i have a olive. طبعا هنا لو بصينا على الاوليف، الاوليف دي اسم مفرد، وطالما هي اسم مفرد بادي بقى او او اوليف، وده فاول ساوند، فبالتالي لازم ياخد ان ان. the next i don't have many money only 500 pounds. طبعا لو بصينا على الماني هنا عليها اسم لا يعد، طبعا الناس هنا ممكن تغلط وتقول اني،
حبايبي لو انا قلت I don't have any money معناها ان انا ما معيش فلوس خالص، ومنين انا بقول انا معيش فلوس خالص وبعدين ارجع اقول يا دوب 500 جنيه؟ فاذا لما اشيل من هنا لازم احط مكانها ماتش، اوعى تحط مكانها اني. ليه؟ لان انا معايا 500 جنيه. او في الحالة التانية ان انا اشيل مني واحط مكانها كلمة enough. enough يعني كفاية، يعني ممكن اقول I don't have enough money، انا ما معيش فلوس كفاية only 500 pounds. يبقى اذا لو شلت من هنا يا اما احط مكانها ماتش يا اما احط مكانها enough. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. واوعى تنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.